بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس عشر. أين الكراسي؟ أين اسم استفهام خبر مقدم، الكراسي مبتدا مؤخر. خرج المعلم من الفصل ثم التلامذة. خرج فعل ماض، المعلم فاعل. من الفصل جار ومجرور متعلق بالفعل خرج، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. التلامذة معطوف على المعلم. متى جئت إلى المدرسة يا سعيد؟ الآن فقط يا سليم. متى اسم استفهام ظرف زمان بالفعل جئت. جئت فعل ماض والتاء فاعل. إلى المدرسة جار ومجرور متعلق بالفعل جئت. يا حرف نداء، سعيد منادى. الآن ظرف زمان بفعل محذوف. التقدير جئت الآن فقط يا سليم. فقط لفظ مركب من الفاء وهي حرف زائد لتزيين اللفظ، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد وهي اسم فعل أمر بمعنى انتهي، أو اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. يا حرف نداء، سليم منادى. مع من جئت؟ مع صاحب عثمان. مع ظرف مكان وهو مضاف من اسم استفهام مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وشبه جملة متعلق بالفعل جئت. جئت فعل ماض والتاء فاعل. مع ظرف مكان وهو مضاف شبه جملة متعلق بفعل محذوف. التقدير جئت مع صاحب عثمان. صاحب مضاف إليه. صاحب مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. عثمان بدل من صاحب. اشتريت قلما ومسطرة وكتابا. اشتريت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. قلم مفعول به و حرف عطف. مسطرة معطوف على قلما، وحرف عطف كتابا معطوف على مسطرة. اشترينا كتبا وأوراقا ومساطر وأقلاما وكراريس. اشترينا فعل ماض نا فاعل. كتبا مفعول به و حرف عطف أوراقا معطوف على كتبا، وحرف عطف مساتر معطوف على أوراقا، وحرف عطف أقلاما معطوف، وحرف عطف كراريس معطوف. ذهبنا إلى المدرسة. ذهبنا فعل ماض نا فاعل. إلى المدرسة جار مجرور متعلق بالفعل ذهبنا. جئتم إلى البيت. جئتم فعل ماض تم فاعل. إلى البيت جار مجرور متعلق بالفعل جئتم. قرأتم الدرس. قرأتم فعل ماض تم فاعل. الضمة فوق الميم هي لتزيين اللوس أو لتسهيل اللوس. الدرس مفعول به. رأيت في ساحة الدار التلامذة يلعبون بالكرة. رأيت فعل ماض والتاء فاعل. في ساحة جار ومجرور متعلق بالفعل رأيت. ساحة مضاف، الدار مضاف إليه. التلامذة مفعول به. يلعبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل نصب حال. بالكرة جار ومجرور متعلق بالفعل يلعبون. رأيت صاحبي فريدا يلعب في الحديقة. رأيت فعل ماض والتاء فاعل. صاحبي مفعول به وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. فريدا بدل من صاحبي. يلعب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب حال. في الحديقة جار ومجرور متعلق بالفعل يلعب. هؤلاء المعلمون يحبون تلامذتهم كثيرا. هؤلاء اسم إشارة مبتدا وهو منعوت. المعلمون نعت. يحبون فعل مضارع خبر والواو فاعل
وهو عائد على المقتضى تلامذتهم مفعول به بالفعل يحبون وهو مضاف هم مضاف إليه كثيرا نائب مفعول مطلق التقدير هؤلاء المعلمون يحبون تلامذتهم إحبابا كثيرا أبي اشترى مصابيح أبي مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه اشترى فعل ماضي خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدا مصابيح مفعول به بالفعل اشترى هل قرأتم دروسكم أيها التلامذة؟ نعم قرأنا هل حرف استفهام؟ قرأتم فعل ماضي تم فاعل دروسكم مفعول به وهو مضاف كم مضاف إليه أي مضاف والهاء مضاف إليه والمضاف إليه منعوت التلامذة نعت والمنعوت والنعت منادى بحرف النداء المحذوف التقدير يا أيها التلامذة نعم حرف جواب قرأنا فعل ماضي نا فاعل مشيتم قليلا مشيتم فعل ماضي تم فاعل قليلا نائب مفعول مطلق التقدير مشيتم مشيا قليلا هل وضعتم الكتب في الخزانة نعم وضعنا هل حرف استفهام وضعتم فعل ماضي تم فاعل الكتب مفعول به في الخزانة جار ومجرور متعلق بالفعل وضعتم نعم حرف جواب وضعنا فعل ماضي نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل متى بعت فرسك متى اسم استفهام ظرف زمان بالفعل بعت بعت فعل ماضي والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل فرس مفعول به بالفعل بعت وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه العجل يمشي مع أمه العجل مبتدا يمشي فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدا مع أمي شبه الجملة متعلق بالفعل يمشي أمي مضاف والهاء مضاف إليه هل باع أبوك بقرته؟ هل حرف استفهام باع فعل ماضي أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة أو من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه بقرة مفعول به وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه متى رأيت سعيدا يا صالح الآن فقط يا أخي متى اسم استفهام ظرف زمان بالفعل رأيت رأيت فعل ماض والتاء فاعل سعيدا مفعول به يا حرف نداء صالح منادى الآن ظرف زمان بفعل محذوف التقدير رأيت الآن فقط يا أخي فقط لفظ مركب من الفاء وهي حرف زائد لتزيين اللفظ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وقد وهي اسم فعل أمر بمعنى انتهي أو اسم فعل مضارع بمعنى يكفي وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يا حرف نداء أخي منادى وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه اشترينا حصانا وثورا وبقرة اشترينا فعل ماض نا فاعل حصانا مفعول به وحرف عطف ثورا معطوف على حصانا وحرف عطف بقرة معطوف على ثورا خرج الخادم إلى السوق فاشترى دجاجة وديكا خرج فعل ماض الخادم فاعل إلى السوق جار ومجرور متعلق بالفعل خرج فحرف عطف اشترى فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو دجاجة مفعول به وحرف عطف ديكا معطوف على دجاجة والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها
والله أعلم بالصواب.